الاهلي ببطوله السوبر وعلى غريمه التقليدي نادي الزمالك. الفوز ده كان اعتقد ان هو كان بالنسبه لك، بالنسبه للفرقه يعني، بقول بالنسبه لك يبقى للفرقه كلها، اعتقد كان شيء مميز جدا في وقت صعب جدا في بدايه الموسم. بص الدوري هو اهم بطوله في البطولات المحليه، الدوري هو اهم بطوله في البطولات ما المحليه. ما بيغيرش كلامه اهو، كلامه ما بيغيروش يعني، لا طبعا هو ده العالم كله كده. العالم كله كده، لكن السوبر تحديدا بيبقى له اهميه في الحاجات المعنويه يعني، وخصوصا لما بيكون المنافس بتاعك. وانت لازم تحط على فكره مفهوم بس يوصل للناس كلها، عشان الفتره اللي فاتت كتير جدا بيتهمنا وكتير جدا جدا بينسب لينا حاجات ممكن ما تبقاش هي الاساس داخلنا ولا تربيتنا ولا ثقافتنا. انت بتكن وبتحترم وبتقدر تاريخ نادي الزمالك جدا، وبتكن وبتحترم وبتقدر لعيبه نادي الزمالك جدا، وبتكن وبتحترم جماهير نادي الزمالك جدا جدا جدا، فمحدش يزايد على ده خالص. فلما بتيجي مع منافس بقوه الزمالك وتكسبها في بدايه موسم، بتعلي معنوياتك جدا، بتبقى بدايه كويسه جدا، بتبقى داخل بشكل كويس الموسم. لما بتيجي كمان على المنافس بتاعك بيبقى لها فرحه خاصه يعني، اوكي؟ لكن بطوله الدوري هي الاهم، بطوله السوبر هي الثانيه، بطوله الكاس هي الترتيب الثالث، لان الكاس يعني الكاس ممكن ما يبقاش طرفه كنهائي يعني، ممكن تلاقي فرقه ممتاز وفرقه بتلاقي أقل. فرقه درجه تانية. لكن السوبر بتلاقي بطل الدوري وبطل الكاس. يعني ده عنده سي في محترم، خد بطوله. لكن الكاس على فكره ممكن تلاقي واحد عنده سي في جامد جدا بيلعب فرقه اقل يعني. وبالتالي عشان كده تقييمها العالمي بهذا الشكل. طبعا تقييمها العالمي بهذا الشكل، وده ما يزعلش على فكره. يعني ده ما يزعلش. لو تيجي تقول لي مثلا الدوري الكاس السوبر، هات اي واحد يا عم، بلاش انا يا عم، انا مش محايد، هات اي حد في امريكا اللاتينيه ولا اوروبا ولا افريقيا ولا اي حد، قول له اهم البطولات ايه؟ البطولات المحليه، الكاس ولا الدوري ولا السوبر؟ مش محتاجه سؤال يعني، مش محتاجه سؤال. انا خدت السوبر اهو، لكن لما تقول لي انهي اقوى يعني، الدوري ولا السوبر؟ طبعا الدوري، طبعا الدوري. طب انهي اكبر اقوى، السوبر ولا الكاس ولا الدوري؟ طبعا الدوري طبعا. انهي اقوى، السوبر ولا الكاس؟ هقول لك السوبر. السوبر اقوى من الكاس، لان انت بتلعب بطل الدوري بيلاعب بطل الكاس وهكذا يعني. طيب الفتره دي كانت صعبه جدا، لانه كانت تاني مباراه لريني فايلر في التوقيت ده.